السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات لتلاميذ المستوى الثاني ابتدائي. إذن عنوان هذا الدرس هو الأشكال الهندسية، وبالضبط سنتطرق في هذا الفيديو إلى المثلث والمربع والمستطيل وكيفية رسم هذه الأشكال الهندسية على تربيعات. إذن تابعوا معي. إذن نبدأ بالنشاط الأول المقترح في بداية الصفحة. إذن السؤال هنا لنلاحظ الأشكال ونجيب. هنا لدينا 10 أشكال مختلفة وسنجيب عن هذه الأسئلة. إذن لائحة المربعات، إذن هنا لدينا أشكال مختلفة، سنبحث عن المربعات. طبعا المربع هو شكل هندسي له 4 أضلاع متقايسة مثل هذا الشكل. الشكل الأول لاحظوا جيدا، هنا لدينا الضلع الأول طوله 1 2 3 3 مربعات، الضلع الثاني أيضا 3 مربعات 1 2 3، الضلع الثالث كذلك 1 2 3، والضلع الرابع 3 مربعات. إذن هذا الشكل هو مربع. إذن نضع هنا رقم 1. ممتاز. نبحث أيضا عن أشكال هندسية تمثل المربع. إذن هنا لدينا شكل رقم 2 ليس مربعا لأن هنا لدينا 3 أضلاع، 3 ليس مربعا، هنا لدينا 3 مربعات، وهنا لدينا 1 2 3 4 5، إذن هذا ليس مربع. 4 الشكل 4 عبارة عن مثلث وليس مربع. 5 هنا لدينا 1 2 3 4، 1 2 3 4، هنا 4 4، إذن هذا الشكل الهندسي عبارة عن مربع. إذن نضع هنا رقم 5 في لائحة المربعات. إذن نكمل البحث عن المربعات في هذه الأشكال الهندسية. إذن 6 ليس مربعا، لاحظ هنا لدينا 1 2 3 4 5، وبالتالي فالشكل رقم 6 ليس مربع. 7 كذلك، 8 ليس مربعا لأن لدينا هنا 3 أضلاع متقايسة ولكن الضلع الرابع ليس له نفس الطول. بالنسبة للشكل رقم 9 نفس الشيء، هنا لدينا 4 أضلاع ولكن ليست متقايسة. والشكل الأخير الشكل رقم 10، هنا لدينا 1 2 3 4 5، وهنا لدينا 3، إذن هذا الشكل ليس بمربع. اللائحة الثانية لائحة المستطيلات. إذن مستطيل، الفرق بين المربع والمستطيل هو أن المربع جميع أضلاعه متقايسة، بينما المستطيل والذي يمثله هذا الشكل شكل رقم 3 ضلعاه المتقابلان متقايسان، بمعنى أن طول هذا الضلع، لاحظوا هنا لدينا 1 2 3 4 5، هنا لدينا 5، يساوي طول هذا الضلع المقابل 1 2 3 4 5. إذن طول ضلعيه المتقابلين متقايسين، إذن ضلعاه المتقابلان متقايسان. وهنا لدينا الضلع الثاني 1 2 3، والضلع المقابل 1 2 3، إذن هنا لدينا 3 3، وهنا لدينا 5 5، وبالتالي فإن الشكل رقم 3 هو عبارة عن مستطيل. نضع 3 هنا في لائحة المستطيلات. نبحث عن المستطيلات. هنا 5 ليس مستطيل، مربع، 2 مثلث، 1 قلنا سابقا بأنه مربع، إذن يبقى نعم جيد. هنا لدينا مستطيل، لاحظوا هنا 1 2 3 4 5، وهنا لدينا 1 2 3 4 5، إذا ضلعان متقابلان متقايسان، وهنا لدينا 3 3، وبالتالي فهذا الشكل هو عبارة عن مستطيل. إذا نضع 10 هنا في لائحة المستطيلات. نمر الآن للائحة المثلثات. طبعا المثلث هو شكل هندسي يحتوي على 3 أضلاع مثل هذا الشكل، الشكل رقم 2، إذا عبارة عن مثلث. نضع رقم 2 هنا، وأيضا نعم جيد، هنا رقم 4 ورقم 7، إذا هنا مثلثات لدينا 2 4 و7. ممتاز. نمر الآن لهذا الجدول. لاحظوا هنا أكمل الجدول الأشكال، هنا لدينا 1 2 3 4 إلى 10، عدد الزوايا، عدد الأضلاع، عدد الرؤوس. نبدأ بعدد الزوايا. طبعا الزاوية هي التي تكون بين ضلعين، مثلا هنا لدينا الشكل الأول، لاحظوا هنا الضلع الأول والضلع الثاني، هذه زاوية بينهما. إذن هنا لدينا الزاوية الأولى، هنا لدينا الزاوية الثانية،
الزاوية الثالثة والزاوية الرابعة. إذن الزوايا تكون بين ضلعين. إذن في هذا الشكل، الشكل رقم واحد، لدينا 4 زوايا. إذا سنكتب هنا 4. بالنسبة للأضلاع في المربع، دائما لدينا 4 أضلاع، وعدد الرؤوس، الرأس هو الذي يكون هنا بين ضلعين، هذا يسمى الرأس. إذا هنا لدينا رأس أول، رأس ثاني، رأس ثالث، والرأس الرابع. عدد الرؤوس هو 4. إذا في الشكل الأول والذي هو عبارة عن مربع، عدد الزوايا هو 4، 1 2 3 4. عدد الأضلاع هو 4، وعدد الرؤوس هو 4. إذا نكتب في الجدول هنا 4 4 4. ممتاز. وهذه الخاصية، خاصية الشكل الأول، تنطبق أيضا على الشكل رقم 5. بمعنى هنا لدينا كذلك عدد الزوايا 4، عدد الأضلاع 4، وعدد الرؤوس أيضا 4. إذا نكتب هنا في الشكل رقم 5 4 4 4. ممتاز. نمر الآن للشكل رقم 2 والذي هو عبارة عن مثلث. إذا عدد الزوايا 1 2 3. إذا هنا لدينا 3 زوايا، وبالنسبة للأضلاع لدينا 3، وبالرؤوس لدينا 1 2 3. إذا نضع هنا 3 3 3 في الرقم 2، ونفس الشيء الرقم 4 ورقم 7، لأن كل هذه الأشكال الهندسية عبارة عن مثلثات. إذا نضع هنا 3 3 3 بالنسبة للشكل رقم 2، أيضا للشكل رقم 4، وللشكل رقم 7. ممتاز. إذا نمر الآن للشكل الموالي رقم 3. إذا لاحظوا الشكل 3 عبارة عن مستطيل. إذا بالنسبة لعدد الزوايا هو 1 2 3 4. عدد الأضلاع أيضا 1 2 3 4، وعدد الرؤوس 1 2 3 4، وبالتالي هنا نضع 4 4 4. ونفس الشيء للشكل 10. نمر الآن لباقي الأشكال. لدينا الشكل رقم 6 و8 و9. نبدأ بالرقم 6. لاحظوا هنا رقم 6 عدد الزوايا 1 2 3 4 5. إذن عدد الزوايا هو 5. نكتب هنا 5. إذن سأكتب بعد الانتهاء من حساب عدد الأضلاع والرؤوس، إذن عدد الزوايا هو 5. بالنسبة للأضلاع لدينا 1 2 3 4 5، نفس الشيء بالنسبة للرؤوس 1 2 3 4 5. إذا نضع هنا 5 5 5. ممتاز. نمر الآن للشكل رقم 8. إذا هنا نبدأ بالزوايا 1 2 3 4. إذا هنا لدينا عدد الزوايا هو 4. بالنسبة للأضلاع 1 2 3 4، والرؤوس 1 2 3 4. إذا نضع هنا 4 4 4. ونفس الشيء بالنسبة للشكل رقم 9. عدد الزوايا 1 2 3 4، عدد الأضلاع 1 2 3 4، والرؤوس 1 2 3 4. إذا نضع 4 4 4 في الشكل رقم 8، ونفس الشيء بالنسبة للشكل رقم 9. ممتاز. إذا قمنا بملء الجدول حسب عدد الزوايا وعدد الأضلاع وعدد الرؤوس بالنسبة لجميع الأشكال المقترحة في هذا النشاط الأول. نمر الآن لباقي الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. ألون كل مثلث وأكمل للمثلث، طبعا للمثلث 3 رؤوس. إذا هنا لدينا 1 2 3، إذا هذا عبارة عن مثلث. وبالنسبة للأضلاع نفس الشيء، لدينا 3 أضلاع، نكتب هنا 3 3. إذا بالنسبة للمثلث يمثله هذا الشكل، لاحظوا هنا 1 2 3، وهنا لدينا 1 2 3. طبعا هذا الشكل ليس مثلثا لأن
الضلع الثالث ليس مستوي، يجب أن تكون جميع الأضلاع مستوية وليست مائلة. إذن سنقوم بتلوين هذا المثلث وهذا المثلث بأي لون، مثلا بالأزرق. ممتاز. أمر الآن للسؤال الثاني، ألون أضلاع كل مربع بالأحمر. بالنسبة للأضلاع المربع نقوم بتلوينها بالأحمر، إذا المربع قلنا سابقا بأن جميع أضلاعه متقايسة مثل هذا الشكل 2 2 2 2، إذا نلون الأضلاع بالأحمر. إذا بالنسبة للمربع لدينا فقط مربع واحد. بالنسبة للرؤوس كل مستطيل بالأزرق، سنلون رؤوس المستطيل. طبعا المستطيل يمثله هذا الشكل، سنضعنا في الرؤوس نقط زرقاء. إذن هذه رؤوس المستطيل. طبعا هنا لدينا مربع آخر صغير، سنقوم بتلوين أضلاعه بالأحمر. مثله مثل المربع الأول. إذا لدينا هنا مربعان، هذا المربع الأول وهنا المربع الثاني، وزوايا كل مثلث بالأخضر. إذا خذ اللون الأخضر ونلون زوايا، طبعا هنا تضعون اللون الأخضر في الزوايا خاصة بالمثلث. هنا لدينا مثلثان، المثلث الأول والمثلث الثاني، هنا تضعون في الزوايا تلونونها باللون الأخضر. ممتاز. إذا نمر الآن للصفحة الموالية، لكن قبل المرور لباقي الأسئلة لاحظوا جيدا هنا هذه الفقرة، وهي فقرة مهمة جدا في هذا الدرس. هنا لدينا ملخص، بحيث لدينا المستطيل هنا كما تلاحظون، فإن كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا هنا لدينا الضلع الأول والضلع الثاني، ضلعان متقابلان ومتساويان وأيضا متوازيان. بالنسبة للمربع جميع أضلاعه لها نفس الطول ولها نفس القياس، والمثلث لديه ثلاثة أضلاع، ثلاثة رؤوس وثلاث زوايا. إذن هذه خلاصة للدرس. إذن نمر للصفحة الموالية، لاحظوا هنا أعيد رسم المربعات. لاحظوا هنا لدينا 2 2 2 2، مربعان 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 مربعان، نفس الشيء هنا. سأضع النقط لكي يسهل رسم المربع. إذن هنا لدينا 2، ثم هنا 2 مربعان، وهنا لدينا مربعين. إذن سأقوم برسم، إذن 1 2، طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص. إذا هنا أعدت رسم المربع. هنا لدينا 3 مربعات، إذا سأضع النقاط 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. إذا 1 2 3، إذا الضلع الرابع هنا. ممتاز. إذا يجب استعمال المسطرة من أجل رسم هذا المربع. نفس الشيء هنا، نحترم قياس 1 2 3. إذا نضع 3 مربعات، 1 2 3، نضع نقطة هنا، أيضا 1 2 3، و هنا نضع نقطة ونرسم المربع بهذا الشكل، طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص. نمر الآن للمستطيل. إذا بنفس الطريقة نحسب 1 2 3 4 5 6 7. إذا
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نضع نقطة هنا، وهنا لدينا واحد اثنان، إذن واحد اثنان نفس القياس، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن نضع نقطة هنا ونربط بين هذه النقط بواسطة المسطرة وقلم الرصاص. طبعا استعمل المسطرة لأن ليس لدي مسطرة هنا في هذا البرنامج. إذن هنا لدينا ثلاث تربيعات، نضع نقطة هنا ونحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن نضع نقطة هنا ثم نحسب ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ثم نقوم بربط هذه النقط بواسطة المسطرة وقلم الرصاص. ممتاز، إذن قمنا بإعادة رسم المربعات والمستطيلات المقترحة هنا في التمرينين 3 و4. إذن نكمل السؤال رقم 5. إذن المطلوب هنا هو رسم الأشكال الهندسية مثلث المربع والمستطيل. طبعا لرسم المثلث يجب أن نرسم ثلاث أضلاع. إذن هنا لدينا الضلع الأول، سأضع نقطة هنا ليسهل علي رسم المثلث، وهنا لدي الضلع الثاني والضلع الثالث. بالنسبة للمربع، طبعا خاصية المربع أن جميع أضلاعه متقايسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة، إذن سأضيف مربعين كي يكون لدي في الضلع الأول خمس تربيعات وفي الضلع الثاني خمس تربيعات. نفس الشيء هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا خمسة، وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص أكمل رسم المربع. بالنسبة للمستطيل، إذا الضلعان المتقابلان متقايسان، إذا هنا لدي واحد اثنان ثلاثة، إذا سأضع هنا واحد اثنان ثلاثة. وهنا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ممتاز، إذا بالمسطرة وقلم الرصاص أكمل رسم المستطيل. ممتاز، إذن نمر للسؤال رقم 6. إذن هنا أرسم الشكل انطلاقا من النقطة. إذن بالنسبة للمثلث لدي نقطة واحدة هنا، إذن سأضيف نقطتين، نقطة هنا مثلا ونقطة أخرى هنا، لكي أحصل على ثلاث أضلاع. إذن الضلع الأول هنا، الضلع الثاني هنا، والضلع الثالث هنا. إذا بالنسبة للمربع جميع أضلاعه متقايسة، إذا خذ مثلا أربعة تربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا سأرسم الأضلاع، واحد الضلع الأول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، والضلع الرابع. يمكن اختيار خمس تربيعات أو ثلاث تربيعات، المهم أن تكون جميع الأضلاع متقايسة. بالنسبة للمستطيل، الضلعان المتقابلان متقايسان، مثلا نضع هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مثلا، وبالنسبة للضلعين الآخرين نضع واحد اثنان ثلاثة، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وهنا لدينا واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا لدينا خمسة، وهنا لدينا خمسة،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وهنا لدينا ثلاثة، وهنا لدينا ثلاثة. إذن قمنا برسم المثلث المربع والمستطيل. بالنسبة للسؤال رقم سبعة، رسم آدم مثلثا ومربعا، أضع علامة في تحت كل شكل رسمه آدم. بالنسبة للمثلث طبعا هذا عبارة عن مثلث، وهذا ليس بمثلث لأن الضلع الثالث، لاحظ الضلع الأول والضلع الثاني مرسوم بالمسطرة، بينما الضلع الثالث عبارة عن قوس، وبالتالي فإن هذا الشكل الهندسي ليس بمثلث. بالنسبة للمربع لدينا هنا، لاحظوا هنا لدينا ثلاثة ثلاثة، ولكن بالنسبة للضلع الثالث ليس لدينا ثلاث مربعات، وبالتالي فإن هذا الشكل ليس بمربع. وأيضا نفس الشيء هنا، يجب أن تكون جميع الأضلاع متقايسة مثل هذا الشكل. لاحظوا هنا الضلع الأول واحد اثنان ثلاثة، الضلع الثاني واحد اثنان ثلاثة، الضلع الثالث واحد اثنان ثلاثة، والضلع الرابع واحد اثنان ثلاثة. إذا نضع علامة هنا على المربع. نمر الآن للصفحة الموالية. إذا السؤال رقم ثمانية، لاحظوا هنا، أرسم المطلوب تحت كل لوحة. إذا هنا لدينا مربع طول ضلعه أربعة أرباعات. إذا نحسب، طبعا أضع النقاط لكي أرسم المربع بطريقة سهلة. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا مربع طول ضلعه أربعة تربيعات. إذا واحد ثلاثة أربعة، طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص يجب أن يكون الخط مستقيما. نعم جيد، هكذا نعم. ممتاز. مستطيل طول ضلعه الكبير ست تربيعات. إذا أضع النقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. بالنسبة للأضلاع الأخرى أضع مثلا ثلاثة، وأرسم المستطيل بربط النقاط فيما بينها. الضلع الأول، الضلع الثاني، طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص دائما. بالنسبة للمثلث، طول أحد أضلاعه ثمانية تربيعات، ثمانية تربيعات. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أعيد الحساب. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وأضع نقطة هنا لكي أرسم المثلث بهذا الشكل. ممتاز. إذا نمر للسؤال رقم تسعة، أرسم مستطيل طول ضلعه الكبير سبع تربيعات وطول ضلعه الصغير أربع تربيعات. إذا سبعة، أضع النقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وأربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وقم بربط النقط. إذا أربعة هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا لدينا سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أربعة، وأخيرا هنا سبعة. ممتاز. إذا نمر الآن للسؤال رقم عشرة، ألاحظ الشكل وأتممه. لاحظ جيدا هذا الشكل، عدد المربعات، عدد المستطيلات، وعدد المثلثات. إذا
كم لدينا هنا من مربع؟ لدينا طبعا هنا لدينا مربع واحد، لاحظوا جيدا هنا جميع الأضلاع متقايسة، ثلاثة 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 ثلاثة، إذا عدد المربع نكتب هنا واحد. ممتاز. بالنسبة لعدد المستطيلات، إذا هنا لدينا مستطيل وهنا لدينا مستطيل آخر، إذا عدد المستطيلات هو 2. إذا بالنسبة لعدد المثلثات، لدينا مثلث هنا مثلث هنا ومثلث هنا، إذا لدينا 3 مثلثات وبالتالي عدد المثلثات هو 3، إذا نكتب 3 هنا. ممتاز. نمر الآن للسؤال الموالي، السؤال رقم 11. لاحظوا هنا ألون المربعات بالأحمر، إذا سنقوم بتلوين المربعات بالأحمر. إذا المربع هنا لدينا مربع، هنا لدينا مربع صغير، هنا لدينا مربع. ممتاز. بالنسبة للمستطيلات باللون الأخضر، هنا لدينا مستطيل مستطيل مستطيل، والمثلثات باللون الأزرق، مثلث مثلث مثلث. ممتاز. إذا نمر الآن للسؤال رقم 12. أكمل بنعم أو لا وأعيد رسم المثلثين، في المثلثين ضلعان لهما نفس الطول. إذا لدينا في المثلثين ضلعان لهما نفس الطول، هل صحيح أم خطأ؟ نجيب بنعم أم لا. إذا هنا لدينا 1 2 3 4 5، هنا لدينا 1 2 3 4 5، إذا هذا الضلع يساوي هذا الضلع من حيث طول أو عدد التربيعات. لاحظوا جيدا هنا لدينا الضلع الثاني مقارنة مع هذا الضلع، فإن هذا الضلع أكبر من هذا الضلع وأيضا هذا الضلع أصغر من هذا الضلع، وبالتالي فإن في المثلثين ضلعين لهما نفس الطول. الجواب لا، أن لدينا فقط ضلع واحد في هذين المثلثين متساويان، وهو الضلع الذي يحتوي على 5 تربيعات، باقي الأضلاع ليست متساوية. إذا نعيد رسم المثلثين، أعيد رسم المثلثين، سأعيد رسم هذا المثلث 1 2 3 4 5، طبعا سأستعين بالنقط. إذا هنا لدينا 1 2 3، إذا النقطة سأضعها هنا 1 2 3 4 5، وبالنسبة للنقطة الثانية سأضعها هنا 1 2 3، إذا 1 2 3 أضعها هنا، وسأرسم المثلث الأول وأعيد رسم المثلث الأول، نفس الشيء هنا سأضع نقطة هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، إذا أضع نقطة هنا، واحد اثنان، إذا أضع النقطة هنا، إذا السؤال الأخير. أرسم مربعا طول ضلعه 4 تربيعات، إذا سنحسب 1 2 3 4، 1 2 3 4، واحد اثنان ثلاثة أربعة. ممتاز. إذا سأقوم برسم الأضلاع، إذا واحد طبعا بالمسطرة وقلم الرصاص تقومون برسم المربع. إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس، شكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.